هنتكلم في فيديو النهاردة عن رموز بنلاقيها في باترونات الكرشيه. تابعي معايا فيديو النهاردة عشان تعرفي معنى الرموز دي ايه وازاي تعمليها وتشتغليها في الباترون. اهلا بيكم حبايبي، النهاردة بنواصل مع بعض ازاي بنقرأ الباترون او هنعرفه بالتفصيل. وقلنا الحلقة اللي فاتت واتكلمنا عن جزء من الدروس بتاعتنا، وهنكمل الدروس النهاردة وهنعرف امتى او اين بنبدأ في الباترون، يعني من انه مكان هنبدأ الباترون. قبل ما نبدأ الباترون لازم نبص في الباترون ككل ونعرف ونبحث عن قاعدة الغرزة او الغرز اول سطر فيه، يعني قاعدة الغرز اول سطر فيه، ومصدر البداية بتاعتنا، يعني مصدر الانطلاق ومصدر البداية لازم نعرفه الأول. تمام، طيب هنقول مثال. مثال الأولاني في الباترون دلوقتي، قمة الغرز تبقى إيه؟ قمة الغرز في الأعلى، يبقى نبدأ في إيه؟ في العمل هتكون من أسفل، وبعد كده بنمشي ورا قواعد الغرز اللي احنا هنعرفها بالتفصيل بعد كده لغاية لما نوصل لأول سطر ويكون أسفله سلاسل إيه؟ البداية. كده واخدين بالنا من الشرح؟ طيب مثال تاني. مثال تاني في الباترون هنلاحظ اتجاه قمة الغرز للخارج من جميع الزوايا، يبقى البداية بتكون فين؟ بتكون من الداخل، يعني البداية عبارة عن دايرة. تمام، احنا كده متركزين مع بعض. طيب مثال تالت عشان تعرفوا معايا برضو ازاي ابدأ الباترون. ده جزء من باترون بلوزة. بنشوف هنا في الباترون ايه؟ ان قمم الغرز في الجزء العلوي لأعلى يعني، وقمم غرز تانية في الجزء السفلي لأسفل. طيب ايه يعني ده؟ يعني ان البداية بداية العمل او سلاسل البداية عبارة عن صف سلاسل في النص، بنشتغل فوق وبنشتغل تحت برضو. دي المثال التالت. المثال التالت عبارة عن جزء من باترون وحدة بطانية. بنجد ان ايه؟ قمم الغرز او اعلى الغرز لاعلى، يعني قمة الغرزة اللي فوق لاعلى، بتكون البداية من فين؟ من اسفل، واحنا بنلاحظ ان البداية غرزة سلسلة واحدة. وبكده نقدر اكون وصلت لكم طريقة بداية الغرزة وازاي ابدأ الباترون ان واجه بنجي اقراه بكل بساطة وصولة، ووضحت لكم في اربع امثلة. ان شاء الله يكون التوضيح واضح بالنسبة لكم، الشرح بتاعي، ونكون فهمنا الجزء ده من بداية الباترون. هنتكلم برضو عن رموز انت بتشوفيها في الباترون ولازم نعرف معناها عشان تقدري تستوعبي الباترون وتنفذيه. احنا ممكن نشوف رمز بيشبه رقم 4 بالانجليزي. طبعا لما نشوف الرمز ده يعني هنفكر بيعني ايه الرمز ده ومعناه ايه. طيب معناه ان احنا بنعمل الغرزة في داخل السلسلة مش في الفراغ، يعني انت تعملي الغرزة بتاعتك في السلسلة نفسها مش في الفراغ اللي موجود اللي بتكونه السلاسل. ما احنا ما بنيجي نعمل السلاسل وبنيجي نعمل الشغل بتاعنا بقى في فراغات، لا احنا بنعملش في الفراغ دوت، لا احنا بنعمل في السلاسل نفسها. في الطبيعي في الباترونات كلها احنا بنعمل الغرز بتاعتنا في داخل الفراغات الكبيره اللي هي ايه موجوده دلوقتي في السهم الاحمر، بنشاور عليه في الباترون ده مثلا. السهم الاحمر ده بيبقى في الفراغ دوت بنعمل السلاسل، ده الشائع في الباترونات. تمام، لكن احنا في المقابل مجموعة الست أعمدة اللي بيتم عملها، يعني بنعملها في الفراغ الكبير المكون من سلسلتين دول بس. في السطر الأول عشان موجود الرمز دوت، فإحنا بنعمل مجموعة الأعمدة المكونة من 4 أعمدة في السطر التاني. ده يعني إيه؟ إن إحنا بنتم عمل غرز السلاسل ديت، بنقسمها زي السهم الأخضر ما بيقول كده، وبنعملها مش في الفراغ، لا بنعملهاش في الفراغ، بنعملها في السلاسل. فالسهم الاخضر بيورينا ان احنا بنعملها في السلاسل. تمام، فده
وجود الرمز رقم 4 ده دليله بنفهمه عشان نقدر نستوعبه لو لقيناه في الباترونات. طيب في عندنا مثلا السهم لونه اسود، تمام، هنلاقيه في الباترونات مثلا بيبقى عامل بالشكل ده، سهم اسود كده باللون الاسود، تمام، و من جوه لونه اسود بالشكل ده. طب لما شوفنا نشوف السهم دوت في الباترونات بتاعتنا بنعرف ان الراس الاسود ده بيشير الى المكان ده هنقطع فيه الخيط، سواء المكان ده نهاية الشغل او في نص الشغل نظر احنا هنعمل لون تاني، تمام. لو هنغير اللون بنلاقي السهم ده موجود في نص الشغل مثلا او في اخر الشغل لو احنا خلاص هنخلص الشغل. طب لو جينا لقينا السهم الابيض اللي بالشكل ده بس لونه ابيض، بنعرف هنعمل ايه في الجزء دوت. رأس السهم الابيض دوت بيبقى بداية الشغل بتاعنا، ده دليل عن بداية الشغل، انا ببدأ الشغل بالرمز الابيض دوت، تمام. سواء البداية دي برضو في اول شغل لينا او في نص الشغل لما هغير لون او ابدأ بخيط جديد او ابدأ غرزة جديدة، فبلاقي السهم دوت بعرف ان انا هبدأ شغل من جديد. يا رب نكون النهاردة استفدنا من الفيديو، هخليه سريع كده وبسيط علشان تابعوا معايا اول باول ان شاء الله سلسلة قراءة الباترون ونفهمه مع بعض بالتفصيل ازاي نقراه وازاي نفهمه عشان نقدر نتواصل مع بعض، وازاي لوحدك انت كمان تقدري تعمليه من غير ما تتعبي ومن غير ما تدوري في صفحات الفيس والمجموعات ازاي اقرا باترون. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اشرح لك الباترون خطوه بخطوه. الى اللقاء ان شاء الله بالاخرى باذن الله، مع تحيات جان الانصار. مع بعض اللي ما اشتركش معانا ينور لي ويسرد ان شاء الله يستفيد، والمشترك معانا يا ريت يفعل الجرس عشان التفاعل قليل جدا مع بعض. والى اللقاء ان شاء الله في الاخرى باذن الله.